في فريفت ام ريجن اللي كان موجود معانا في الاوتوكاد، وده بيرسم منطقة مظللة في 2D وبتظهر بس في الفيو ده بس، يعني لما اروح سيكشن لما اروح اي فيو تاني ما ظهرش معايا. اللي انا عايز ارسمها برجع على ريجن ماشي، وابدا ارسم مثلا منطقة مظللة مثلا هنا. فينيش خلاص، دي بقيت المنطقة المظللة بتاعتي، ممكن اكبرها او اصغرها زي ما انا عايز. فرض ان انا عايز ارسم اخد جزء منها مبقاش موجود في منطقة الريجن، باجي هنا وابدأ ارسم اي رسم انا عايزها، يبقى عندي دلوقتي المنطقة المظللة اهي، والمنطقة في جزء مختص منه ما يدخلش جوه المنطقة المظللة اللي هو دوت. عمرو سليم.